صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التعامل التجاري مع الكفار يعتبر من الموالاة والمداهنة؟ لا، التعامل التجاري هذه مصالح دنيوية أباحها الله، لا يجوز أن تتعامل مع الكافر بالبيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود طعاما، يجوز الشراء من الكفار ويجوز البيع عليهم، لا بأس بذلك، ليس هذا من الدين، هذا من المعاملة وطلب الرزق. نعم.